فاتحة لروح أم البنين. إنهم فدية آمنوا بربهم بفكرهم بشعبهم بشعبهم بزبنا المهدى. إنهم فدية أقسموا بدمعهم بجرحهم لشعبهم لشعبهم من يسعدوا غدا. اسمعوا برب القلم وبما كتب يحيى الشعب. احنا حاصل ضرب فكر في تعب واحنا نعطي الصوت من وهذا الصدى. انهم كتلة قدموا ارواحهم ابنائهم بل كلهم بل كلهم لشعبهم.